السلام عليكم. من صنعاء إلى عمان فالإمارات ومن ثم الرياض، تحركات للمبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث التقى خلالها مع ميليشيا الحوثي ومسؤولين عمانيين وإماراتيين وقيادات ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي قبل لقائه أخيرا مع رئيس هادي. على خطى سلفه كما يبدو يمضي الرجل، غير أنه زاد عليها أبو ظبي هذه المرة ليضم أطرافا جددا إلى معركة التوازنات والصراع الدبلوماسي الذي يؤكد اتساع خارطة الانقسامات في البلد وتعدد المعسكرات. وبرغم من ذلك يعرب غريفيث عن تفاؤله بهذه الجولة من المشاورات قائلا: ما سمعته مشجع للغاية وسيساعدني على وضع إطار لعملية سلام في اليمن تكون بقيادة يمنية. هذا ما يقوله المبعوث في سياق حديثه عن محاولته لإحياء مشاورات السلام اليمنية المتعثرة منذ أكثر من عام ونصف العام. فما جدوى هذه التحركات التي بدأها غريفيث من صنعاء مرورا بأبوظبي واللقاء بنجل صالح والميليشيا، بل وما أهميتها خصوصا وأنها تأتي في ظل انقسام في معسكر الانقلاب وانقسام في معسكر الشرعية أيضا؟ ما الذي بيد المبعوث الأممي الجديد من أوراق ضغط لجعل الميليشيا الانقلابية تستجيب لقرارات الدولية والمرجعيات الأساسية؟ أم أن المسألة تمضي في طريق الوصول إلى تسوية سياسية بمعزل عن المرجعيات؟ أسئلة كثيرة سنحاول الإجابة عليها من خلال مؤشرات تراكمات المعارك الدبلوماسية. سيكون معنا في هذا المساء الأستاذ الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء. مساء الخير دكتور عبد الباقي. مساء النور. أهلا بك معنا في هذه الحلقة. وقبل أن نبدأ نقاشنا دعنا نذهب لمشاهدة هذا التقرير. جولة في الدائرة المعروفة يدور فيها هذه المرة مارتن غريفيث، الرياض، صنعاء، مسقط، أبوظبي. هذه الأخيرة هي النقطة الجديدة هذه المرة وعليها علامات استفهام كبيرة. في أبوظبي التقى المبعوث الأممي أحمد علي صالح وقيادة المجلس الانتقالي. مراقبون اعتبروا أن محاولة إقحام هذه الأطراف في المشهد السياسي من شأنه تعقيد الحل الذي يسعى غريفيث إلى تحقيقه. وقال غريفيث بعد اختتام زيارته إلى مسقط وأبوظبي إنه متشجع للغاية مما سمعه من جميع الأطراف، وهي عبارة كررها كثيرا سابقوه، لكنهم اصطدموا بالحقيقة الصلبة المتمثلة في الانقلاب والثقافة الميليشياوية للحوثي التي لا تؤمن سوى بالسلاح كأداة وحيدة لتحقيق الأهداف بعيدا عن كل أدوات السياسة أو الحل السلمي. اليوم التقى مارتن غريفيث بالرئيس هادي في الرياض مجددا، وربما سيعود إلى صنعاء ومسقط فيما يبدو أنها دائرة مفرغة من الجدوى لا يريد المجتمع الدولي الاقتناع بها. فور تعيينه قال المبعوث البريطاني الجديد مارتن غريفيث إنه سيبدأ من حيث انتهى سلفه ولد الشيخ. وكان ولد الشيخ قد أقر في آخر إحاطة له أمام مجلس الأمن أن ميليشيا الحوثي هي من تعيق الحل السياسي في اليمن. فما هي جدوى أن يستمر غريفيث ركوب الرحلات المكوكية وعقد اللقاءات البروتوكولية التي فشل فيها ولد الشيخ؟ في الأونة الأخيرة كان للرئيس هادي وقادة الشرعية أكثر من تصريح قالوا فيه إن الحل في اليمن لا يمكن إلا أن يكون عسكرياً ولا فرص لأي حل سياسي. لكن في ذات الفترة كانت تصريحات أخرى مناقضة على لسان الجبير ومحمد بن سلمان تتحدث عن وجوب الحل السياسي، ما يعني أن أجندة التحالف والشرعية وتصورهما للحل في اليمن مختلف تماما. هل جهود المبعوث البريطاني مضيعة لمزيد من الوقت؟ أم أن هناك ضغوطا دولية على ميليشيا الحوثي ستفرض خيارا دوليا في اليمن بقوة هذه الدول؟ هذا ما ستجيب عنه الأيام القادمة، وإن كانت المؤشرات حتى الآن لم تأتي بجديد. إذن دكتور عبد الباقي، شهر ونصف منذ تعيين مارتن غريفيث يعني كمبعوث للأمم المتحدة، مبعوث الجديد، أفضى إلى جولات جديدة ربما للبحث عن مخرج يعني على سلف سابقة جولات ولد الشيخ. ما الذي برأيك استجد أو ما الذي يمكن أن يعول عليه حتى يعني نبحث عن جولات جديدة؟ هو كان هناك استراتيجيات قد تمت تأثيث الجغرافيا اليمنية، تمت فيها خلق فاعلين جدد. هو استلم المهام الموكلة له بعد أن هنالك فاعلين جدد في الساحة، هناك سلطة خارج الجغرافيا،
بالتالي سينطلق الآن، ينطلق من رؤية تقطع مع المبادرة الخليجية، تقطع مع مخرجات الحوار الوطني، وتتأسس على رؤية جديدة. هناك أطراف جديدة في الحقل السياسي، متمثلة بالحراك الجنوبي، متمثلة بالحوثيين كطرف أصيل ووحيد، ومتمثلة بالمؤتمر منظومة صالح، متمثل بأحمد علي عبد الله صالح، أحمد علي كطرف كمنظومة امتدادية. يبدو لي أن الامتداد للمؤتمر سيمتد مع منظومة صالح، نظرا لأسباب تتعلق بالإرهاب، ونظرة تتعلق بالتوازن مع التجمع العلمي للإصلاح، والتوازن مع الحوثيين، بحيث أن أحمد علي يمتلك كان قائدا للحرس الجمهوري، وبالتالي هذا سيعمل توازن. وهذه النظرية هي أمريكية حتى قبل توقيع المبادرة الخليجية، عندما الأمريكان اتخذوا قرار بعدم اكتتاف صالح وتوازن الحقل. بالتالي نحن حتى الآن نتحرك خارج المرجعية الدولية. الرجل الآن كل الأطراف الآن في الساحة ستتحدث عن السلام. الحوثيين يبحثون عن السلام ليس من أجل السلام، ولكن لتحقيق انتصار بعد إقصاء تصفية صالح. بالتالي عندما يتم التعامل معهم من قبل مبعوث الأمم المتحدة ويذهبون للسلام، فهم الطرف الأصيل، وبالتالي حققوا هذا الاعتراف. ثم سنذهب في جولات مفتوحة ليس لها نهاية. السلطة الشرعية بحاجة إلى الحديث عن السلام، لأنها موقفها ضعيف من ناحية، اثنين لا يمكن لها أن تتحدث عن الحرب. دول التحالف عليها ضغط إخلاقي، ولديها أجندة غير الأهداف، غير الأجندة المعلنة، وبالتالي ستمتص الضغط الإخلاقي الدولي، ستحاول أن تدخل الحراك الجنوبي كطرف أصيل، ستحاول أن تؤصل أيضا الحوثيين نظرا لخوفها من جماعة الإسلام السياسي المتمثلة بالتجمع العلمي للإصلاح. بالتالي نحن أمام تسوية سياسية على الطريقة، يبدو لي يتحرك الآن الممثل الأمين العام على طريقة ثلثين بثلث. ثلثين بثلث هذه لن تؤدي إلى حل المشكل، بل ستؤدي إلى حل مؤقت ربما تقودنا إلى يعني دورة دم قادمة أكبر، لأن لا يمكن لأي تسوية سياسية وفقا لأدبيات الأمم المتحدة، وفقا لتجارب دول أمريكا اللاتينية وأفريقيا. تقريبا هناك مرجعيات في الأمم المتحدة آلاف الأوراق تتحدث أنه لا يمكن لكم أن تحدثوا انتقالا إلا بعدالة انتقالية، إلا بإقصاء جماعة من المشهد السياسي. يعني سنتحدث عن هذه النقطة، ولكن قبل ذلك دكتور، يعني الحديث عن زيارة الرجل لأبو ظبي، اللقاء بنجل صالح وقيادة ما يسمى بالمجلس الانتقالي، يعني ما سر دخول هذه الأطراف في المشهد؟ كما قلت لك أنه طبعا الهدف كان منذ البداية، وكان هناك تصريحات للإمارات ولمحمد بن زايد بأنهم سيعود أحمد علي، وأنهم سيقسمون البلد إلى ثنائية جنوب شمال. هذا كلام كان مصرح به في وسائل الإعلام وفي بعض اللقاءات مع قادة الإمارات، وبالتالي لا يمكن لنا، يعني ما الذي يمكن نفكر به بمنطق هكذا في المنطق؟ سلطة شرعية لها 3 سنوات خارج الجغرافيا الوطنية، سلطة شرعية تم إضعافها حد إنها غير قادرة على إدارة حياة أمن المواطنين، سلطة شرعية كل تعيناتها فساد. بالتالي هناك من أضعف هذه السلطة، أضعفها قصدا حتى أوجد سلطتين آخرتين، سلطة للحوثيين وهي سلطة واقعية أصبحت الآن تتحرك كطرف أصيل، وهذا فعل سياسة الدول التحالف، وهناك الحراك الجنوبي الذي ما يعني دفعنا الثمن غاليا، حوصرت تعز 3 سنوات من أجل أن يتم فك الارتباط، تم دفع الثمن الإنساني والتكلفة الاجتماعية وعدم عودة السلطة بهدف تأثيث المناطق الجنوبية، ليس لأسباب متعلقة بقضية وطنية، بأسباب تتعلق بمصالح استثمارية اقتصادية تريد منها الإمارات أن تهيمن شركة مواني دبي على يعني عدن وعلى الجزر اليمنية، وعلى أيضا وهذه تصريحات من السفير الفرنسي والخبراء في اليمن، وعلى أيضا بقاء اليمن ضعيفا تابعا هشا، كما أن هم يراقبون من هي القوى التي ستصعد إلى المشهد، لا يريدون أي قوى مستقلة أو وطنية تصعد إلى مقدمة المشهد، يريدون توازن قوى بحيث أنه يتحكمون
باستقرار الحقل السياسي اليمني باتفاقيات تكون فيها أحمد علي والحوثيين والإصلاح والأحزاب، وهذا نحن نعيشه منذ الاتفاقية المملكة العربية السعودية مع الملكيين الجمهوريين في 70 حتى يومنا هذا من خلال اتفاقيات هشة. اتفاقية المبادرة الخليجية كانت مبادرة وأدت الثورة اليمنية وجددت شرعية الرئيس السابق صالح، منحته الاستمرارية، وكذلك مهدت لانقلاب 21 سبتمبر. هؤلاء الآن يتحركون، لك مصالح دولية من قبل دول الغرب. طبعا دول الغرب هي تعلم مسبقا عندما تستطيع أن تتحدث بشكل واضح أن هناك انقلاب، بس دقيقة واحدة، هناك انقلاب وهناك سلطة شرعية. الآن الحديث حماية السعودية من الصواريخ، يعني هم دفعوا أموال، أين قضيتنا؟ هؤلاء جاءوا إلى الجغرافيا اليمنية لاستعافة سلطة. الآن الرئيس الفرنسي والأمريكي ومجلس الأمن واللقاء السابق مجلس الأمن كانوا يتحدثون عن حماية الحدود السعودية من الصواريخ. إذن نحن خارج الموضوع، موضوعنا هو لا حديث عن اليمن، لا حديث عن القضية الرئيسية، لأن قلنا للسلطة الشرعية في البداية أنتم قبلتم منذ تحرك بن عمر بأن هناك أطراف نزاع، وقبلتم أنه ليس هناك انقلاب. عندما تقبل أن هنالك أطراف نزاع يعني ليس هنالك انقلاب. قلنا هناك انقلاب 21 سبتمبر، هذا انقلاب كان ثنائي، أوكي تمام اتفقنا، لكن حتى وإن دخلت في مصالحات ينبغي أن تذكر المجتمع دوما أننا سنقدم تنازلات لكنكم انقلابيون. سنقدم تنازلات مقابل ماذا؟ تخفيف الكلفة. هؤلاء الآن نحن أمام تهريب، يعني هناك سلاح ينطلق إلى المملكة العربية السعودية وسترتفع وتيرة الضرب، لأنهم يريدون التوصل إلى اتفاق بعيدا عن مخرجات الحوار الوطني، بعيدا عن الأمم المتحدة، يوقف الضربات مع المملكة العربية السعودية مقابل الاتفاق، وهذا يحقق الاعتراف بهم بشكل واضح وصريح أنهم القوى الأصيلة. هذا جانب. اثنين، الجمهور الذي هو حتى الذي لا يؤيد الحوثيين، هناك جمهور سيصطف مع الحوثيين تحت هذه العمليات الرمزية التي يستغلونها في التعبية، وهناك جمهور رافض ولكنه سيخضع تحت فشل دول التحالف وضعف السلطة الشرعية، هذا يجعله ليس لديه مخرج. وهذا في غاية هذا، هناك الخطير أن أي تسوية لهذا المندوب لا تأخذ بعين اعتبار تطلعات الشعب اليمني في والنسبة العالية في تعز والحديدة وبقية المناطق اليمنية الرافضة للمشروع الإمامي، يعني أنه سيلتقي مع قيادات مع يمثلهم بجماعات في تطلعات شعب يمني. في هناك تضحيات. سنتوسع عن في هذه النقطة دكتور، ولكن اسمح لنا أن ينضم أيضا معنا عبر الهاتف دكتور فيصل العواضي مستشار وزارة الإعلام من الرياض. مساء الخير دكتور فيصل. مساء الخير عليك وعلى الإخوة المشاهدين الكرام وضيفكم بالاستديو. أهلا بك دكتور. يعني من خلال قربك من دائرة القيادة، كيف يمكن تقييم دور المبعوث الأممي الجديد؟ ما الذي يحمله الرجل من ملفات؟ الرجل كان صريحا منذ تسلم مهامه أنه لن يبدأ من الصفر، هو سيواصل جهد المبعوث الدولي السابق إسماعيل ولد الشيخ، والذي كان قد تجسد في بعض النقاط التي تبلور عنها لقاء الكويت ورفضتها الميليشيات في آخر لحظة. كانوا يوافقون صباحا ثم تأتيهم التعليمات من إيران فيرجعون عن اتفاقهم ويرفضون التوقيع أو يعني الإقرار بأي تفاهمات تم التوصل إليها. طبعا المندوب يعني الأمم المتحدة مواكبة للوضع منذ جنيف حتى الكويت، وعارفين كل التفاهمات التي كانت قد طرحت وكل التعاون المقدم من الحكومة الشرعية. والمبعوث الدولي الآن قال بصريح العبارة أنه أثنى على جهد الحكومة واستجابتها وحرصها على تحقيق الأمن والاستقرار، وأن الميليشيات يعني هي من يتنصل أو هو لم يقل بصريح العبارة، لكن هذا كان توضيح من الأخ الرئيس بأن الحكومة قدمت من جانبها كل تعاون طلب منها وقدمت يعني أبدت المرونة الكافية
للوصول إلى أي سلام، لكن الميليشيات طبعا هي المتعنتة. كان ضيفي قد أشار إلى أن القضية اليمنية غائبة، بالعكس يعني سمعنا وزير الخارجية الأمريكية ووزير الخارجية البريطانية وهما يؤكدان على أن المشكلة في اليمن ليست إنسانية وإنما مشكلة سياسية سبب الانقلاب، والعالم كله مقر بالثلاث المرجعيات للسلام وهذه ستدفع حقوق الشعب اليمني، يعني لابد من تصفية الانقلاب كل ما ترتب عليه وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني. نعم، لكن يعني كيف ما زالت المرجعيات الثلاث هي الأساس، يعني ونحن نجد أنه جلس مع أطراف هي مشمولة أصلا ب يعني عقوبات مجلس الأمن وغير ذلك، أيضا مثلا مثل المجلس الانتقالي الذي أشير له في إحاطة لجنة العقوبات بأنه يعني من المعرقلين للسلطة الشرعية في عدن. الرجل بعد لقائه بالمجلس الانتقالي صدر تصريح عن أحد مساعدي أو الناطق الإعلامي باسمه، قال أنه أن الأمم المتحدة تسعى وتعمل على حماية وحدة واستقرار اليمن، ولا يعني لقائهم بأي طرف إضفاء الشرعية على الطرف على الإطلاق، وإنما من باب الاستماع إلى كل الأطراف اليمنية أيا كانوا، يعني لا يضفون الشرعية من خلال لقائهم إلى أحد. استمعوا إلى المجلس الانتقالي وقالوا لهم قضيتكم يعني أن طموح عيدروس للرئاسة وبن بوريك لأن يكون هذه خارج إطار عمل الأمم المتحدة. الأمم المتحدة تسعى لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن وحماية الوحدة اليمنية وفقا للمرجعية الثلاث، يعني لم يأتي المبعوث الدولي الجديد بأي جديد غير التأكيد على المرجعية الثلاث التي أصبحت محل اتفاق العالم. نعم، إذن بلقائه اليوم الرئيس هادي وبقية القيادات أيضا، هل جاء ذلك اللقاء يعني في الإطار الدبلوماسي أم أن هناك ملفات تم مناقشتها؟ طبعا بالتأكيد أن الرجل جلس مع الميليشيا الانقلابية واستمع إلى كثير من الآراء، لكن الرؤية كما قلت واضحة، يعني انه ليس هناك اي طرح او ما يشير الى اي طرح يتجاوز المرجعيات الثلاث. ما دار اليوم يعني ما رشح في اجهزه الاعلام عن لقاء الرئيس مع المبعوث الدولي ان الرئيس يعني اشاد بدور الامم المتحده واكد على حرص الشرعيه على تحقيق الامن والاستقرار بالسلام والسلام في اليمن باعتبار ان الحرب فرضت على الشرعيه ولم تكن هي الساعيه للحرب، وان السلام هو خيار الشجعان، يعني الحكومه الشرعيه عندما تطرح مساله السلام خيار استراتيجي حقيقي ليس للمزايده، لانها مسؤوله اخلاقيا عن تحقيق السلام والامن لكل مواطن. المبعوث الدولي لم يجد على التأكيد على المرجعيات التي على أساسها تعمل الأمم المتحدة وتبذل جهودها ومساعيها. نعم، إذن برأيك ما هي السيناريوهات المحتملة للخطوة القادمة التي يمكن أن يقوم بها المبعوث الأممي؟ المبعوث الأممي طبعا هو سيعود إلى مجلس الأمن و سيحددوا مثلا محطة زمنية يتم دعوة الأطراف اليمنية للالتقاء عندها. نحن سننتظر يعني عودة المبعوث الدولي من جولته في المنطقة إلى مجلس الأمن، وحينها ستبلور فقط موعد زمني، وعندما يلتقوا الأطراف ستكون الأمور يعني النقاش على طاولة المفاوضات محكوم كما قلت بإطار المرجعيات التي يؤكد عليها المبعوث الدولي في كل تصريحاته الإعلامية. نعم، إذن هل الأطراف الدولية حاضرة في المشهد تحديدا يعني بريطانيا، هل يمكن أن تلقي بثقلها في الملف اليمني من أجل الدفع بإنجاح مشاورات السلام؟ بريطانيا وإحدى الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، وهم عارفين مواكبين الوضع منذ لقاء جنيف حتى لقاء الكويت، ويعني الآن حتى السفراء الدول الأوروبية الذين ذهبوا إلى صنعاء هم طرحوا يعني ذهبوا يحملوا رسالة واضحة إنه أنتم يعني للانقلابيين أنتم لكم ثلاث سنوات ترفضون أي تفاهمات، ماذا قدمتم خلال ثلاث سنوات غير الكوارث وأوصلتم البلاد إلى ما هي عليه الآن؟
يعني ماذا لديكم من بدائل حتى ترفضوا مسألة أي توصل أي حلول سلمية وأنتم كل يوم يعني ترتكبون مزيد من الحماقات والكوارث؟ هذا رسالة العالم الآن، موقف العالم أصبح واضح وصريح. ومسألة يعني التوقف عند الاعتداءات على المملكة العربية السعودية، هذا هو طبعا من باب التأكيد على أن الحوثي امتداد المشروع الإيراني الذي يمثل خطر على أمن واستقرار اليمن وجيرانها بشكل عام. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور فيصل العواضي مستشار وزارة الإعلام، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك دكتور عبد الباقي. دكتور عبد الباقي، كنت تحدثت يعني عن أن اليمن غير حاضرة في المشهد، ولكن دكتور فيصل قال على العكس، يعني الحديث هو لم يخرج عن القضية اليمنية ولا عن المرجعيات الثلاث. هو تبع وزارة الإعلام، وهذا تصريح إعلامي خذ راحته فيه. يعني نحن أين رئيس الجمهورية؟ أين السلطة الشرعية في الجغرافيا؟ الحديث أيضا تحدث عن أن هذا يمثل المشروع. لا، علاقتنا ليس مع معركتنا ليس مع إيران، معركتنا مع انقلاب في الداخل، ودول التحالف لديها صراع استراتيجي مع إيران، عليها أن تقف معنا لخلق نوع من إضعاف للاستراتيجية الإيران. لكن لا نتحدث، لا نخفي القضية اليمنية، لنتحدث قضيتنا قضية وطنية. هناك انقلاب، نحن الآن نتحدث عن صواريخ المملكة العربية السعودية، عن المعركة بين الإيران والسعودية، هذه قضية في الإطار الثاني. كيمنيين علينا أن تكون لدينا قضية وطنية انقلاب، هناك دفاع عن الجمهورية، الدفاع عن سيادتنا، لها بعد إيراني، هذا البعد يجعل الشركاء معنا لمواجهة الاستراتيجية، لكن لا يحتل أولوية الاستراتيجية. اثنين، يتحدث عن اليمن. اليمن تذكر فقط للحديث عن الوضع الإنساني، وليس من أجل سواد عيون اليمنيين، لا، تذكر بهدف الحديث عن الضغط عن الوضع الإنساني، للضغط على الأطراف للقبول بتسوية في توقيت يحافظ على الحوثيين ومنظومة صالح والسلطة الهشة الرخوة الغائبة التي أهانت الشعب اليمني في، والتي هي الآن المملكة العربية السعودية التي أحرقتنا ومست سيادة الشعب 25 مليون يمني، وهي هناك في الفنادق وفي القصور وخارج جغرافيتها. العالم يتعامل مع من هي القوة التي في الجغرافيا. قابل الحراك الجنوبي أو حراك الإمارات نسميه بشكل واضح، نحن ليس ضد السلطة الشرعية، نحن مع سلطة يعني تمثل إرادة الشعب اليمني، تحافظ على سيادتنا. أنا قلت في أكثر من لقاء، عبد الرب منصور هادي كشخص لا علاقة لي به، عبد الرب منصور هادي كرئيس جمهورية، هذا أهان الشعب اليمني بهذا البقاء، بهذا الغياب، بهذا الخنوع، بهذا عدم الظهور للشعب اليمني، هذا أهان شعبنا، أهان سيادتنا. دخول الإمارات وتسيطر على جغرافيتنا، تقسم جغرافيتنا، يلتقي بالحراك في الإمارات، عبارة أنه صحيح أنهم ضغطوا للقائهم خارج عدن، لكن في الأخير رسالة قوية، هذا هم أدوات الإمارات وأدرعها في بالتالي سيؤثثون لهم. العالم يتعامل مع وقائع في الجغرافيا. من هو الطرف الأقوى الآن في جغرافية صنعاء؟ الحوثيين. يعني إذا كان بعد 3 سنوات وهم يقصفون السعودية وطائرة من غير طيار، ماذا تفعلون؟ الشعب اليمني يدفع الثمن. يعني بدلا عن الحديث والمزايدات، نحن وقفنا مع دول التحالف الذي وجه الخنجر إلى ظهر الشعب اليمني، الذي هدد سيادتنا، الذي أضعف سلطتنا. دول التحالف بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، هؤلاء يعني أصبحوا. إذن على أي أساس يعني سيكون هناك يعني جولة مقبلة؟ وفي الأساس يعني الشرعية أصبحت لا تملك شيء على أرض الواقع عمليا. يعني في السابق كنا نقول أن من يمتلك أكثر على الأرض هو لديه الثقل الأكبر. الآن يعني على أي أساس ستجلس الحوثيون الشرعية على الحوثيين المطلوبات؟ المطلوب من السلطة الشرعية الحالية تسليم، يعني إضفاء الشرعية على وجود التحالف،
نقل السلطة إلى مجلس انتقالي. هذا هدف الإمارات، هدف السعودية، هدف الحوثيين، هدف المؤتمر منظومات صالح. بالتالي هذه المغالطات يعني السلطة بقائها ضعيف خارج الجغرافية، يعني يعني مهمتها إضفاء الشرعية ونقل السلطة، هذا هدف مشترك الآن. الحوثيين منذ أن طلبوا نقل السلطة إلى بحاح وإلى الانسحاب من المدن، وهذه المعركة بقرة صفراء خضراء أم حمراء إلى آخره، سندخل في محاورات، الإمارات تريد ذلك، ولذلك تريد نقل السلطة. يصبح الحراك الجنوبي طرف، الحوثيين طرف، منظومة صالح طرف، الرئيس الجمهورية طرف. رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية ده طرف، شخص مهمته يوقع لنقل السلطة، وبعدين ضع أشخاص منهم الأطراف الأقوياء. الحراك الجنوبي قوي بوجود القوات الإماراتية وميليشيات الحزام الأمني والنخب الحضرمية. جغرافية اليمن مقسمة بين جغرافية تعز، والآن انطلقوا يوم أمس قبل أمس إلى تعز بهدف إيجاد جغرافية مجزأة عن الجغرافية الوطنية المتحدة بين الشمال والجنوب. يعني سيكون هناك قيادة للإمارات إذا وافق المحافظ، وهذه خطورة، تصبح تعز جغرافية، صنعاء جغرافية، عدن جغرافية، مأرب جغرافية، الحديدة جغرافية. أين البلد التي تحدثتم أنكم ستعيدون السلطة إلى أي جغرافية؟ إلى يمن متجزأ في الجغرافيا، إلى قيادات متعددة، إلى إنهاك للشعب اليمني. أنتم لذلك عودة السلطة تتطلب 20 متر، تتطلب نقول 100 متر، نقول مقر الرئيس للتحرك نحو إحلال السلطة. الحديث عن أنهم قابل الرئيس وهو وحده ويعرف أن القرار هذا الإمارات والسعودية، ثم ذهب إلى هنا ويعرف أن الإمارات لاعب رئيس ومؤثر وهناك حراك جنوب. بالتالي هذا الحديث أننا العالم يتحدث عن قصف صواريخ للسعودية، أنتم يا سلطة يا شرعية يا وزارة الإعلام تتحدثون عن معركة مع إيران. لماذا؟ حتى يكسبون أخواننا في دول التحالف أن معركتنا مشتركة. هذا هو ضياع القضية اليمنية. نتحدث عن انقلاب، والبعد الإيراني أحد أبعاد الصراع، وبالتالي إذا أرادوا أن يدخلوا معنا في استراتيجية مواجهة عليهم أن يخضعوا للإرادة اليمنية، والذي يمارس السيادة في الجغرافيا اليمنية هم اليمنيين. عن هذا الموضوع، ولكن اسمح لنا أن نذهب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. بلد أنهكته الميليشيا بالحرب، يحلم شبابه بالمستقبل الأفضل. في مقدمة الصفوف لتحيا الأجيال من بعدهم. البعض يعيش الفرحة، والآخر تخلد ذكرى. بلقيس معكم في كل لحظة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى دكتور عبد الباقي. دكتور عبد الباقي، يعني ما الذي بيد المبعوث الأممي الجديد من أوراق للضغط على الميليشيا لجعلها يعني تستجيب للقرارات الدولية كما يقول؟ يعني هو يقول سقفه أنه سيكمل ما بدأه ولد الشيخ وتحت إطار المرجعيات الثلاث، ما الذي يستجد يعني؟ شوفي، عامل الزمن منذ بن عمر، يعني كان هم قادرين يحسموا يضغطوا على الأطراف للذهاب إلى تسوية بنفس التسوية الحالية، لكن لابد من إدخال تغييرات. قد كما قلت لك أنه يعني استلام المهام صالح الوقت لصالح الحراك ولصالح الحوثيين. يعني تلاحظ أنت الحوثيين خلال 3 سنوات قاموا بتذويب قطاعات العسكرية لصالح عقائديا لصالحهم، استولوا، قاموا بتكوين كيان موازي، اشتروا عقارة الدولة، أسس يعني الثراء عن طريق الفساد، سيطروا على الشركات، قاموا بتغيير المناهج المدرسية، تغيير الملازم في الجامعة، تعيين الأتباع لديهم. يعني هم
بالأخير الزمن ليس لصالحها التشريعية، وهذا مطلوب دوليا. هم يعرفوا أنه كلما تأخرنا سنأتي إلى جيل قد تم تشويه ذاكرته الوطنية، نأتي إلى ملازم. جامعات الحديدة قبل يومين يعني وجدنا ضريح الحسين وصور الحسين داخل ضريح الجامعة من قبل تعيينات لديهم شهائد مزورة أو لهم اتباع عقائدي. نحن أمام جماعة تستفيد من الوقت، الحراك الجنوبي يستفيد من الوقت من حيث بناء ميليشيات الحزام الأمني، ميليشيات النخب يستفيد من حيث إضعاف السلطة الشرعية. بالتالي هم كانوا يتركوا هذا الزمن في مفاوضات مفتوحة. الدول السعودية مطلوب منها الاستنزاف، الاستنزاف بمعنى أنها لا تخرج من اليمن. الآن مثلا ذهبت لشراء الضغط الإخلاقي ب 200 مليار دولار من الولايات المتحدة الأمريكية وربما أكثر مطلوب منها، لأن هناك ضغط إخلاقي عليها، وعملت حملة علاقات عامة في بريطانيا وأشترت صفقات سلاح لأن هناك ضغط إخلاقي عليها، هناك استنزاف لها. هذا يندرج أيضا في إطار المشروع الإماراتي الأمريكي الذي يرى بأنه ينبغي أن تكون، أقول لدول التحالف أن مشروعكم مع إيران الاستراتيجية الأمريكية تقول لابد من بقاء إيران، لأن الآن العرب يعني يا للهول يعني العرب يعني يعتقدوا أن أمريكا ستضرب إيران. وجود إيران مطلب إسرائيلي، وجود إيران مطلب أمريكي، وجود إيران مطلب اللوبي اليهودي، لأن المطلوب أن تكون إيران هي العدو الأول للمنطقة العربية ولديها أذرع في اليمن ولبنان والعراق، بحيث أن إسرائيل تنضم إلى الحلف الشرق أوسطي وتصبح حليف للمنطقة العربية وتصطف مع المملكة العربية السعودية والإمارات والدول العربية لمواجهة الخطر الإيراني. ولهذا لن يدمروا الحوثيين، لن يتم تقويض الحوثيين إلا بأيادي يمنية وبأيادي تنطلق مباشرة دون دعم خارجي. لا العراق أصبح الآن مجالا إيرانيا، سوريا ستقسم وهناك ثرات دماء. بالتالي الذي يحلم أن معركتنا إيرانية ويحلم أن هناك أن السعودية قادرة على تدمير الإمارات الإيران، إيران الغرب يريدها أن تكون موجودة في المنطقة لتحل محل إسرائيل كعدو. وبالتالي هذا العدو كيف يقلقك؟ لابد أن يكون حزب الله في اليمن، وحزب الله بمنطقة الشرقية في السعودية، وحزب الله في البحرين، وحزب الله في الكويت، وحزب الله في لبنان، والآن يتحركون في أفريقيا. بالتالي هذا 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 بعد يعني حتى غربي. كيف تتحالف مع طرف هو وتقوم بفتح علاقات؟ ما هو مشروع الشرق الأوسطي؟ بالتالي بقاء الحوثيين في اليمن هدف أمريكي أيضا، لأنه يريدون. نعم، إذن يعني سنتحدث كيف يمكن الخلاص من وجودهم طالما هو هدف أمريكي، ولكن اسمح لنا أن يكون معنا الكاتب الصحفي أحمد شوقي. أحمد من تعز، مساء الخير أستاذ أحمد. مساء النور أختي كريمة، أهلا بك أستاذ أحمد. بين الواقع السياسي والميدان أيضا، أين تقف البوصلة اليمنية؟ أعتقد نحن في مرحلة يعني لا نحسب عليها منذ بداية هذه الحرب. هناك تململ أو تقاعس عن تنفيذ الخطة التي كان يفترض أن تكون خطة موحدة لدول التحالف العربي والحكومة الشرعية، وهي استعادة الشرعية اليمنية وفقا للمرجعيات الدولية الثلاث والمرجعيات الوطنية الثلاث. وأعتقد أن الوضع الحالي الآن يعني صح عدم التقدم وعدم يعني الافتاح ايضا لفرصه للقوى السياسيه من اجل ان تؤدي دور افضل، صادره للقرار الرسمي خلال الفتره الماضيه ربما نحن الان قرابه سنتين من صدر القرار السياسي وتدخل في عمل الحكومه. وهناك ايضا في نفس الوقت المساعي الدوليه التي يبدو الى حد اللحظه هذه لم تفهم ابعاد المشكله اليمنيه، وأنها مشكلة هي تتعلق يعني مشكلة مع الجغرافيا ومشكلة مع التاريخ، ومثل هذه النزاعات من هذا النوع يعني تحتاج إلى قرار أخلاقي معين يسمح بأن تقسم المعركة. نحن معركتنا ليست معركة مرحلية، ولكنها معركة هي معركة مستقبل، ليست نزاع سياسي فقط ولكنه أيضا نزاع سياسي ولو أبعاد اجتماعية وأبعاد اقتصادية وأبعاد مناطقية وجهوية. إذن بالتالي التعامل مع هذه المشكلة، نعم
نعم بنتعز إذن والمبعوث الأممي نقاط لا يمكن أن تلتقي كونها نقاط افتراق مع سلفة على مستوى فك الحصار، الطرق الآمنة، الهدنات المتوالية. هل تتوقع أن تحضر هذه المدينة في ملفات الرجل؟ في الحقيقة أنا أنظر أنه الملفات هذه قد لا تحضر على الأقل في المرحلة الحالية، لأنه أولا لم ننجح نحن المحافظات المحررة وتحديدا في سعد في تقديم خطاب موحد وخطاب مستدام، ولم نعكس ايضا الرؤية السياسية، والحرب اثرت ايضا على الاداء السياسي للاحزاب وللقادة السياسيين. موضوع النزوة التي حصلت خلال السنتين الماضية للسياسيين ايضا من المحافظات المحررة بعدم وجود الامن وعدم يعني قدرتهم على الحياة والحركة في ظل وضع مختل اقتصاديا واجتماعيا وامنيا، هذا سبب بانه ايضا هؤلاء السياسه الان يديروا الملفات السياسيه بدون معرفه حقيقيه وملامسه حقيقيه للواقع الذي نعيشه نحن في المناطق المحرره. رؤيه موحده لطبيعه مشاكلنا وما نريده، هذا من جهه، من جهه اخرى ايضا المبعوثين الدوليين عاده والامميين دائما ما يتعاملوا مع مراكز القوى المنظمه او السيادي والمركزي، وفي الحقيقه الحكومه الشرعيه مع ظهور يعني المجلس الانتقالي بالصوره التي ظهر عليها خلال الشهور الماضيه يعني من نزاعات قد تبدو يعني انها تقوض من عمل الحكومه الشرعيه، وفي نفس الوقت ايضا عدم وجود قوى سياسيه في سعد والمناطق الاخرى تعمل بشكل موحد وبشكل فاعل في الميدان وتستطيع التحكم بالملفات هامة داخل هذه المناطق، قدنا أيضا قوة القرار. بينما تم التعامل الآن مع جماعة الحوثي، ونقطة الميزة الوحيدة التي تتركها جماعة الحوثي هي وحدة القرار ووحدة القيادة، وأيضا الفاعلين الإقليميين والحكومة الشرعية أعتقد أنه تم التعامل معها بصورة شكلية. نعم نعم، إذا لقاءات أممية هذه المرة يظهر فيها الانتقالي ونجل صالح ويعني أبو ظبي أيضا تمهيدا ربما ليملأوا الفراغ الذي تركته الشرعية، أيضا برعاية بريطانية أمريكية ربما ضمن مشروع شرق أوسطي كبير، ما رأيك أنت؟ لا أختلف مع هذا الكلام كليا، يعني في الغالب الآن مثلا ظهور طارق محمد عبد الله صالح في العسكري ومسألة التصريحات رئيس الوزراء أخ أحمد عبد مدغر قبل فترة حول مسألة ضرورة استيعاب نقل علي عبد الله صالح أحمد في العملية السياسية في تحديدا في المؤتمر الشعبي العام ورفع العقوبة عنه، هي أقصد يعني محاولة لن نقول إفراغ الشرعية تماما، ولكن محاولة لإدخال الشرعية حتى كفكرة أو كرمزية في التسوية القادمة، لأن هناك كما يبدو هناك اتجاه قوي وواضح باتجاه الغاء وجود الشرعيه، وهذا على الاقل يعني نحن بالنسبه لنا كيمنيين بصرف النظر فيما اذا كان هذا سيصب في مصلحه يعني مثلا نجل صالح او اسرته او من يناصرهم في المؤتمر الشعبي العام، بصرف النظر عن مصالحهم في هذا الموضوع، نحن كيمنيين هذا ليس من مصلحتنا ان نلغي فكره الحكومه الشرعيه، لانه هي اصبحت الان قيمه اخلاقيه والعمل السياسي يجب ان يعتمد على شعار او رمزيه اخلاقيه من اجل ان يسير فيه. محاوله أو نقول أو إلغاء الشرعية أو تهميشها هو سيؤدي أيضا إلى استمرار الفوضى وعدم الاستقرار، ولن ينجح فيه لا صالح ولا يعني نجم إذا المؤتمر المؤيد له ولا حتى أي قوة إقليمية يمكن تشتغل على هذا الموضوع. نعم، إذا الكاتب الصحفي أحمد شوقي، أحمد شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. عودة إليك دكتور عبد الباقي. دكتور عبد الباقي، إذا يعني لو يعني أنت قلت أن هناك يعني إرادة ربما دولية لبقاء الحوثي، كيف يمكن إذن الحديث عن يعني مرجعية ثلاث، عن عودة الشرعية كما يجب بعد الخلاص من الانقلاب، وهناك من يريد بقاء الحوثي، يعني لما نستبعد وجود جولة جديدة من المباحثات بأسس مختلفة بعيدا عن المرجعيات الثلاث يعني رؤوس أقلام جديدة؟ أولا المرجعية الثلاث لم تكن الأساس أو التي يعتمد عليها لا بن عمر ولا ولد الشيخ، كانت مجرد إكليشة تقال دائما المرجعيات الثلاث مخرجات الحوار، ولكن الحوار الذي يتم والتوافقات خارج المرجعيات الثلاث، هذا في غاية الأهمية. اثنين، لابد أن يصبح المجال الصراع اليمني
تحت يعني إشراف المجتمع الدولي والإقليمي، بالتالي لابد لي أن يكون هناك ممثل الأمين العام، ولابد من دول الخليج أن تتابع الشام اليمني، لأن الموضوع مرتبط ب يعني في حال تشظي الجغرافيا اليمنية اجتماعيا وسياسيا وعسكريا، فإن لذلك يعني تداعيات على المستوى الأمن والسلم الدوليين، على مستوى الملاحة الدولية، على مستوى التنظيمات الإرهابية، على مستوى كثير من المعطيات الثانية، على مستوى أن ربما يصبح المجال اليمني مجالا إيرانيا بامتياز، وربما قطاع كبير من الجغرافيا اليمنية تصبح مجال إيراني إيرانيا، بحيث أن الحوثيين ربما يعني يسيطرون على جزء كبير من المد الخط البحري وعلى الجغرافيا اليمنية وعلى السلاح، وبالتالي سيستمرون في مفاوضات وفي لقاءات تسوية، وسيتم إدخال تدريجي. صحيح أن التقرير العقوبات تحدث عن الحراك بأنهم كيانات تابعة الإمارات وأن نقل المخلوع في القائمة، ولكن مقابلتهم في أي إطار تأتي، أنا أستطيع أن أقول أن هنالك ما يقوم به المبعوث الأممي يلتقي مع ما ترى المملكة العربية السعودية، لأن هو يتحدث عن أطراف هم يريدون عدم صعود القوى يعني ليس فقط الإصلاح، أي قوى وطنية مستقلة يمنية تحديثية، هم يريدون البلد أن يظل غير قادر على الاتساق في مسار التحول الديمقراطي أو التحول نحو التحديث، يريدونها بالقوى أن تبقى في توازن قوة، ولذلك يريدون استنزاف الحوثيين واستنزاف التجمع اليمني الإصلاح في معارك ما زالت قادمة، يريدون الشعب اليمني حتى السلطة تم إضعافها، عدم بيع النفط والغاز، عدم قدرتها على دفع المرتبات تم إضعافها خلال 3 سنوات، بحيث أنها لو حاولت أن تتخذ قرارا مستقلا تكون غير قادرة حتى على سفر رئيس الجمهورية أو مجموعة الوزراء. طبعا لا أتحدث عن أملاكهم الخاصة، لهم أموال خاصة لن يصرفوها، لكن نحن نتحدث عن أن أنت أصبحت غير قادر كدولة، وبالتالي أضعفت السلطة حد أنها أصبحت خانعة وتابعة. الشعب اليمني تعب من تدهور أحواله المعيشية، من قطاع مرتبات، من تدهور أحوال، من توقف التعليم، بالتالي سيقبل أي حل. من هنا أعتقد أن المبعوث الأممي الآن يعطي إشارات خطيرة، لقاء منظومة صالح خارج العقوبات، بمعنى عليه أن كان يصرح في أي إطار، هل في إطار أنه ما زال يشكل خطرا على الانتقال. أنا كنت أعتقد أن يتم إدراج الحراك المجلس الانتقالي الجنوبي ويطالب بإدراجها في لجنة العقوبات وليس مقابلة المجلس الانتقالي الجنوبي على هذه الشاكلة. 2، دول التحالف تتآمر على الشعب اليمني، لأن خطوة واحدة تثبت أنهم معنا، عودة رئيس الجمهورية إلى الداخل وممارسة صلاحيته ونفوذه وقراراته، غير ذلك بقاؤه في الرياض يعني أن الإمارات تريد الحفاظ على الحوثيين، الحفاظ على أحمد علي ومنظومته، تريد الحفاظ على الحوثيين، وهذا مطلب غربي وأوروبي. هناك صراع الآن حول، تلاحظي خطاب أوباما كان يتحدث في البداية، هناك صراع حول اتفاقية النووي مع إيران، وهناك صراع أمريكي، كان ترامب صرح أول ما صعد بأن الحوثيين سيتم مواجهة الحوثيين. الضغوط ما يسمى المؤسسات العريقة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بالحفاظ على الاتفاقية، الاتفاقية ملازمها تقول على ماذا؟ ينبغي أن يكون لإيران أذرع في المنطقة العربية، وهذا يخدم ثنائية ما يسمى تعدد الهويات في المنطقة العربية، بحيث لا يصبح لدينا مشروع إسلامي، بمعنى الآن الحديث عن أي مشروع إسلامي أصبح مرتبط بالإرهاب وبالحركات الإسلامية وبتعديل المناهج وتغيير المناهج، وهناك تحولات في السعودية. الحديث عن مشروع قومي بعد سقوط صدام حسين والبعث في سوريا والعراق، ومصر أصبحت دولة قطرية وليس قومية، بالتالي يصبح لدينا مشروع القومي نوع من الخيال وخارج الموضوع، لا نستطيع الحديث عن جامعة الدول العربية وعن مشروع قومي منطقة اقتصادية عربية. حتى مجلس التعاون الخليجي انقسم إلى جزئين، وهم الآن يستطيعون حل المشكل، لكن يريدون حل المشكل بعد ما تكون كل الدول أصبحت قد قامت علاقات منفردة معهم حول الإرهاب وحول مصالح اقتصادية، بحيث لا يمكن لهم أن يلتقيان. بالتالي لا مشروع قومي، لا مشروع إسلامي، ودينا على المستوى القطري ما يسمى تعدد هويات دينية وعقائدية، كردي، سني، شيعي، مسيحي، وهذا يجعل من إيران لابد أن تكون في الساحة. تقول كيف الحل؟ أقول الحل هو أن
نحن اليمنيين إذا قلنا أن هذه معركتنا الجمهورية مع الملكيين، كما كانوا ضباط الأحرار، كما كانوا حركة القوميين العرب والجبهة الوطنية في الجنوب، كما كانت هناك التجار اليمنيين الذين دعموا الحركة الوطنية، كما كانت الجمعيات الأهلية في عدن، علينا أن نصطف لاستعابة الجمهورية بعيدا عن التحالف، بعيدا عن تحركات المبعوث الأممي، ودعه يتحرك، ولكن علينا أيضا أن نتحرك. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.